بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده اولى مباريات سلسله بيست اوف 5 نهائي كره السله في سوبر كره السله المصري الاهلي والاتحاد. النهارده المباراه الاولى التي ستقام في تمام الساعه 8:30، يعني بعد حوالي نصف الساعه من الان، على صاله مجمع الدكتور حسن مصطفى. المباراه دي طبعا اللقاء السابع بين الديربي الاهلي والاتحاد تحت قياده الكابتن او مستر اجوستي بوش والكابتن احمد مرعي في الاتحاد السكندري. قبل ما نروح للمباراه ونتناولها فنيا وتحليليا، برحب بضيوفي نجوم الاتحاد السكندري، نجوم الجيل يعني الذهبي زي ما بيقولوا الاتحاد السكندري، عمده الرايق كابتن عماد محمود نجم الاتحاد السكندري السابق وايضا مديره الفني السابق. اهلا بك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم. الرايق توفيق حبيبي، منورنا. نورك وبالتوفيق يا رب، ونتفرج على مباراه هايله يا رب ان شاء الله. اكيد باذن الله. احد نجوم النادي الاتحاد ايضا، وكمان صانع العابه في عصره الذهبي، ويمكن كان جيل الوسط لحق اللي هم زي ما بيقولوا اللعيبه او الجيل القديم يعني نسبيا والقديم او الجديد نسبيا، يعني كابتن امام محمد او الشهير بميشو. اهلا بك يا كابتن ميشو. اهلا بك كابتن هيثم، ربنا منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. الله يخليك، انا سعيد جدا ان انا متواجد في قناه النادي الاهلي ومتواجد معاك ومتواجد مع الكباتن الكبيره اللي موجوده معانا. منورنا يا كابتن. احب ارحب بنجم النادي الاهلي طبعا صحاب البيت كابتن محمد السلعاوي. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا بك كابتن هيثم، واهلا بضيوفنا الاعزاء، وطبعا طول عمر الود والاحترام يسود بين النادي طبعاً. الاهلي والنادي الاتحاد السكندري. بنرحب بكابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الاهلي ورئيس قطاع الناشئين السابق وطبعا نجم منتخب مصر السابق. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم، واهلا طبعا بقناه بيتنا، وكمان بنرحب بضيوفنا الاعزاء لعيبه نادي الاتحاد السكندري الذي يعني بينه وبيننا كل ود وكل احترام. طبعا اعزائي المشاهدين، سنستكمل تحليلنا الفني ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نروح لمباراتنا عشان نتناولها فنيا وتحليليا، نروح لارض الملعب مع مراسلنا. ما نقدرش نغض الطرف على احد اهم الاحداث الرياضيه اللي موجوده او اللي حصلت على الساحه الفتره اللي فاتت، وهي منتخب الجودو. يمكن منتخب الجودو لعب بطوله اوروبا وعمل انجاز كبير الحقيقه، ميداليتين ذهب واثنين برونز تحت قياده مديره الفني الروسي الجديد ميخائيل الكسندر ميخائيل، وتحت قياده او تحت رئاسه الاتحاد المصري رئيس الاتحاد المصري الشاب المجتهد مرزوق محمد. والمزيد من الضوء على هذا الانجاز هيكون معنا عبر الهاتف الكابتن مرزوق محمد رئيس الاتحاد. اهلا بك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم؟ ده الف مليون مبروك، من جد وجد يا كابتن. ربنا يخليك، وانا بجد انا بشكرك بصفه شخصيه وقناه الاهلي على الدعم اللي من اول يوم شايفينه منكم. انتوا من اول يوم واحنا تواجدنا في الاتحاد وانتوا في ظهرنا وبتدعمونا وعاملين كتير عادي. جدا انا بشكركم وبشكر قناه الاهلي جدا جدا جدا. يعني يا كابتن الشكر اذا كان يعني موجه فموجه لحضرتك، حضرتك اللي بتمثل مصر وحضرتك اللي بتجتهد انت ولاعيبتك والجهاز الفني، والحقيقه احنا في ظهرك طول ان شاء الله الوقت. احنا كلمنا عن الانجاز وكلمنا عن البطوله دي، واستعداد ليه يا كابتن؟ الحمد لله احنا البطوله دي احنا عملنا نتائج كبيره جدا. احنا البطوله دي خطوه في طريقنا لاعداد لبطوله افريقيا في الجزائر 26 ل 29/5. طبعا بطوله افريقيا بطوله مهمه جدا، فكان لازم اللعيبه دي ما كانتش لعبت بطولات من ساعه الاولمبياد، اكتر مده كبيره جدا ما لعبوش بطولات. فما ينفعش تروح تلعب بطوله افريقيا من غير ما تلعب بطوله، فانت اخترنا البطوله دي ان احنا نروح نحتك ويبقى اللعيبه تتحط تحت ضغط وتدخل في منافسه واللعيبه تجيب ميزانها قبل بطوله افريقيا. فالحمد لله رحنا ما كناش متوقعين ان النتائج هتبقى يعني بالمنظر العظيم ده. الحمد لله رحنا اللعيبه ادوا اداء عظيم وربنا كرمنا بميداليتين ذهب. محمد عبد الموجود 66 كيلو وكسب اللاعب الاسرائيلي في الفاينل بالنقطه الكامله الايفون يعني، واللاعب يسري 60 كيلو خد ميداليه ذهب. النهارده عبد الغني 81 كيلو خد برونز، والميداليه الاهم بقى ميداليه فرح. ميداليه فرح دي ميداليه بنات، احنا ما خدناش ميداليه للبنات ميداليه دوليه للبنات من اكثر من 10 سنين. فترة طويلة جدا يا كابتن، يعني ابتعدنا عن يعني عن الساحة كميداليات للسيدات او للنساء، حاجة انجاز كبير اكيد. مفيش، احنا ما عندناش ميدالية من اكتر من 10، فان احنا نجيب ميدالية برونز في بطولة زي اوروبا فيها 27 دولة ونجيب ميدالية برونز،
ده الحدث الاهم والانجاز الاكبر اللي انا سعيد بيه جدا جدا جدا. الف مليون مبروك يا كابتن ومن جد وجد. وخلينا نروح لبطوله افريقيا، هل بطوله افريقيا مؤهله لحدث اكبر منه، ولا بطوله افريقيا مجرد يعني لقب سنحصل عليه او نلعب عليه يعني ان شاء الله؟ لا، هي بطوله افريقيا في المجمل قبل الاولمبياد من السنه الجايه بيبقى عليها 700 نقطه في التاهل والاولمبياد، لكن البطوله دي لسه احنا التاهيل هيبدا عندنا في شهر 6، فدي لسه مش مؤهله. هي بطوله افريقيا بتستنى حدث كبير، لان احنا ابطال القاره، فاحنا لازم بنستعد لها استعداد كبير جدا يعني. ما شاء الله. كابتن كل التوفيق ليك، بس عايزين وعد من سيادتك ان حضرتك هتشرفنا والمدير الفني طبعا الكسندر ميخائيل عشان نتكلم عن الخطه المستقبليه مع منتخب مصر وطموحكم يعني في الاولمبيات القادمه. كابتن مرزوق بشكرك ونورتنا عشان قناه الاهلي يا كابتن. خليك كابتن عزيز. شكرا. شكرا جزيلا. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم ما ينفعش ابدا يعني نتغاضى او نغض الطرف على اي انجاز بيحققه منتخبات مصر، واحنا ورا كل منتخبات مصر في كل مكان. عوده لمباراه اليوم، مباراه القمه والاثاره، الاهلي والاتحاد، اللقاء السابع هذا الموسم تحت قياده الكابتن مستر جوست بوش والكابتن احمد مرعي. اروح لكابتن عماد محمود. كابتن عندك الكثير لتقوله عن هذه المباراه النهارده، شايف المباراه النهارده كابتن عماد ازاي؟ طبعا بنتمناها تليق بكره السله المصريه وتبقى، وهي اكيد هتبقى كده، لان فرقتين عندهم الادوات وعندهم العناصر اللي يقدروا يخرجوا لنا مباراه بمستوى عالي. طبعا مكسب والخساره يعني في وجهه نظري محدش يقدر يتوقع تماما مين يقدر يكسب، لان الادوات موجوده في الفرقتين. نتمنى طبعا، عايز اذكر حته الحكام، وجود الحكام الاجانب هل هو هيدينا نفس النتيجه لو حكام مصريين ولا لا، من حيث الاعتراضات، اللعيبه، الاجهزه الفنيه؟ اظن لا. دي انا اتمنى برضو ايه انها تكون درس، الحته دي بشكل او اخر تكون درس كويس للامام او احسن يعني. كان نفسي يكون في جمهور، لان الجمهور اكيد كان هيضفي على البطوله اثاره ورونق. نعم. وبيحمس اللعيبه جوه الملعب. صحيح. كل الحاجات دي كلها نتمنى انها تبقى موجوده، واكيد هيبقى في الحاجات الموجوده اللي هي اوريدي موجوده، تنافس شريف، حكام اجانب، كان نفسي يبقى جمهور كمان ان شاء الله يبقى قريب. كابتن ميشو، مباراه شايفها النهارده ازاي؟ مباراه النهارده يعني فعلا ده فاينل حقيقي يعني. لو بصينا خلال الموسم الرياضي، يمكن انا كنت يمكن مسافر وكده ومتابع الدوري، فعلا النهائي انا شايف ان ما ينفعش يبقى بعيد عن اهلي واتحاد بالارقام، بكل شيء، كل مع الباسكت بول ارقام يعني. نعم. الباسكت بول كلها ارقام. النهارده انت لو بصيت النهارده كل الماتشات الاهلي والاتحاد، الست مواجهات اللي هم واجهوا بيها بعض، كل الاسكورات كلها يعني خلاص ايكوال جيم. يمكن في ما عدا جيم واحد بس اللي هو كان في الماتشات السوبر اللي هي الترتيبيه، جيم اللي كسبه الاتحاد في حدود 15 بونت، وده كان اكبر اسكور كان حاصل. نعم. في الجيم. انما لو بصيت المواجهات ما بين الاهلي والاتحاد، النهارده الاهلي في الست مواجهات واخد 3 جيمات والاتحاد واخد 3 جيمات. نعم. فده يدل ان فعلا ان فرقتين ما تقدرش ولا حد يقدر يقول ان الدوري رايح فين. ما حدش فينا يقدر يقول اي حاجه دي، وما حدش حتى يتوقع الاسكورات. نعم. الجيمات دي كلها هتبقى ايكوال، ما اعتقدش ان في جيم من الجيمات ان هيبقى في يعني اجاب او في سكور عالي يعني. دي بنسبه بسيطه يعني، طبعا عشان بس ايه ما نخشش. نعم. في حته، ولكن هتبقى حسابيا بالارقام لا، الموضوع مقفول تماما وهنستمتع. يمكن هتبص من اول مواجهه اللي هي مواجهه النهارده، يمكن هي دي هتبقى احسن مواجهه، ان الامور الاعصاب هاديه شويه، الاعصاب بالظبط، عندك فرصه تعوض بالظبط. انما كل ما بتبدا تدخل في المرحله، يمكن من المرحله الثانيه، من الثانيه مع الثالثه، دي هنا هتلاقي الوضع تماما مختلف. فيمكن النهارده هتلاقي زي ما انت بتقول اول مواجهه لسه التصويب احسن، لسه بقى هادية. بس خلي بالك احنا برضو انت راجع من فتره توقف. خلي بالك. صح. فتره التوقف دي اكيد ليها عامل لايه، للاهل الله اعلم، هنشوف في الملعب على الفرقتين. فعشان كده بقول لك احنا يعني هنتفرج على 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 باسكت بول، وفعلا الفرقتين يستاهلوا ان هم يكونوا في المكان اللي هم موجودين فيه. احييك يا كابتن. خلينا نروح لكابتن سلعاوي. كابتن سلعاوي، المباراه النهارده كالعاده يعني بتحبس الانفاس، شايف مباراه النهارده ازاي يا كابتن ورؤيتك الفنيه؟ لا، انا شايف ان المباراه صعبه على الفرقتين. الاهلي يريد يثبت ان هو حصد البطولات كلها الموسم ده. الاتحاد السكندري كسب بطوله السوبر،
ما كانش طرفها الاهلي، لكن انا اعتقد ان المباراه هتبقى صعبه، نتوقع بنتيجتها من اصعب ما يمكن، ومش هتكون مباراه سهله زي الدور اللي قبل النهائي الاهلي استطاع ان يكسب 3-0 مع الجزيره، ونفس الكلام الاتحاد كسب الزمالك 3-0. ما اعتقدش المباراه هتكون صعبه، هتكون سهله يعني بالنسبه لهم. اعتقد كمان ان المباراه هتاخد نوع من الجديه من بدايتها، لان كل فريق له دوافع او حوافز، يريد ان الاهلي يريد ان ينهي الموسم بالذكرى اللي تخليه لغايه الموسم الجاي ان هو قدر يحتفظ بمعظم البطولات اللي لعبها او كل البطولات اللي لعبها. اتحاد اسكندري فرقه عريقه، فرقه عايزه برضو تثبت انها لسه في الساحه. صحيح، والبطوله مهمه عشان المشاركه الافريقيه القادمه في البال. وكما عودناكم نجيب لكم يعني اخر المستجدات من ارض الملعب، نروح لارض الملعب وزملائي الاعزاء فاروق صلاح وهنا ابو القاسم عشان يقولوا لنا كل الاستعدادات للمباراه. اتفضل يا فاروق. مرحب بيك يا كابتن هيثم، كل التحيه للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كباتن مصر، كابتن محمد السلعاوي، كابتن طاهر رجب، كابتن امام عبد البديع، والكابتن عماد محمود. برحب طبعا بكل مشاهدينا مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، برحب بزميلتي العزيزه هنا ابو القاسم موجودين من هنا من داخل صاله كابتن حسن مصطفى، وقبل انطلاق اولى مباريات اللبست اوف فايف. يمكن الصوت مش واضح، هنرجع لك تاني يا فاروق وهخليك يعني يظبط زملاء في الفنيات هيظبطوا الصوت، وهنرجع اكيد لمراسلنا في ارض الملعب. كل اروح لكابتن طاهر، عندك الكثير لتقوله النهارده يا كابتن طاهر. اعتقد ان طبعا ان كلا الفريقين هم يعني اقوى فريقين موجودين في الدوري بالارقام برضك وبالنتائج، واعتقد ان كلا الفريقين هيحصل بينهم احترام من الفريق ده للفريق ده والفريق ده والفريق بمعنى ده. بمعنى انه هيتعمل حساب كويس قوي من قبل الاهلي للاتحاد. نعم. ومن الاتحاد برضك هيحترم الاهلي في انه يحضر له او يستعد له استعداد مظبوط في من ناحيه التشكيل ومن ناحيه الخطط ومن ناحيه نفسيا كل البتاع. يعني اكثر حاجه واضحه ان كل الفريقين هيحترم الثاني كويس قوي خلال اللقاءات الله اعلم 3 أو 4 أو 5. صحيح، ومحدش يتوقع مين اللي هيكسب يا كابتن، يعني المباراه تمشي ايكوال، وده اللي كان بيحصل المباراه اللي فاتت زي ما قال ميشو يمكن منذ لحظه. هو زي ما قال كابتن ميشو وردك ان حصل 6 لقاءات 3 كسبها الاهلي و3 كسبها الاتحاد، بس اللي عاوز اقوله ان النتائج اثبتت ان اللقاءات بتاعه الاهلي اللي كسبها كانت مصيريه حاسمه. يعني بطولات المكسب بطولات. بالنتائج برضك انا ما بقولش، احنا كل احترام لفريق طبعا الاتحاد طبعا من حال الارقام، بس من حال الارقام ان معظم اللقاءات اللي كسبها الاهلي او اللقاءات اللي كسبها الاهلي كانت مصيريه، دليل ان هو خد المرتبط وخد البطوله العربيه وخد كاس مصر. كاس مصر صحيح، 4 بطولات الموسم النهارده. الاهلي 4 من 4 النهارده البطوله، بس طبعا كان في عذر للاتحاد ان هو ما كانش مكتمل برضه. نعم. في اوقات كتيره، وطبعا فريق الاتحاد فرقه محترمه، والكوتش مرعي طبعا من أكثر المدربين طبعا، الارقام بتتكلم مفيش كلام، الارقام بتتكلم. النتائج غير متوقعه والماتشات هتبقى في منتهى السخونه. وكمان عندي نقطه اضيفها على حكايه الحكام، ان انا اعتقد ان الحكام سواء كانوا اجانب او سواء كانوا مصريين، فطالما احنا متاكدين ان يتصفوا بالنزاهه عموما، فالنتائج هتبقى واحده، مش التحكيم مش هيبقى له اثر يرجح فرقه على الفرقه. يعني طبعا طبعا مفيش اعتماد انه يرجح فرقه على الفرقه خالص. الموضوع يعني بيكون نظريه يجيب حكام اجانب. بس خليني اقول حاجه يا كابتن، يعني يعني ده رايي شخصي انا، يعني الحقيقه بحيي اتحاد السله على هذا القرار انه جابوا استقدام حكام اجانب، مش بس تقصير يعني او يعني لا سمح الله يعني عدم ثقه في حكامنا، ولكن يعني الحكام محتاجه تطوير كانها زي اي شان في او اي عنصر من عناصر اللعبه. بس خليني اقول لحضراتكم طاقم التحكيم النهارده، طاقم التحكيم مكون من 3 كما تعودنا في كره السله،
حكم الصربي من المدرسه الصربيه الكسندر جريزيتش. ده احد الحكام النهارده، وده الحكم الاول. يمكن الحكم الثاني من البوسنه، والمدرسه البوسنيه هي قريبه جدا من المدرسه الصربيه، اديمير زوروبوفيتش. ده الحكم الثاني. الحكم الثالث المصري القدير الدولي الكابتن وائل ابراهيم. واكيد ده في النهايه بيكون خبرات، ودي طبعا صوره طاقم التحكيم من على صفحه الاتحاد المصري لكره السله. الحقيقه احنا برضو انا على نفسي الشخصي انا بحييه على هذا القرار، عشان الماتشات الفاينل بيكون فيها مستوى عالي جدا وحماس، بتحتاج خبرات، وفي نفس الوقت الحكام دي تنقل خبراتها للحكام المصريين. خلينا نرجع لارض الملعب مره اخرى عشان نروح لمراسلنا الاعزاء من ارض الملعب فاروق صلاح وهنا ابو القاسم بعد ان تم يعني ايصال الصوت بشكل جيد. اتفضل يا فاروق. برحب بيك يا كابتن هيثم، كل التحيه للكابتن هيثم السعيد وضيوفي الكرام كابتن محمد السلعاوي، كابتن طاهر رجب، كابتن امام عبد البديع، والكابتن عماد محمود، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. برحب بزميلتي العزيزه هنا ابو القاسم من داخل صاله الكابتن حسن مصطفى، وقبل انطلاق مباراه الاهلي والاتحاد، مباراه في غايه الاهميه. اتفق جدا يا كابتن هيثم مع كلام الكابتن محمد السلعاوي، مباراه في غايه الاهميه، الخبرات اللي موجوده في اللاعب الفريقين هي اللي هتحدد ان شاء الله اتجاه الدوري طبعا اللي بيتمناه للنادي الاهلي. هنا النادي الاهلي استعدادات اكثر من قويه للنادي الاهلي من اجل هذه المباراه، ما خدناش ولا بطوله، فريق مركز ان احنا مش مركزين، احنا خدنا بطولات لسه بطوله جديده عايزين نحقق هذه البطوله باذن الله. برحب بك كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني خلاص دقائق قليله بتفصلنا عن انطلاق المباراه، طبعا الجوله الاولى من نهائي دوري السوبر. يعني زي ما فاروق قال طبعا هكلمكم عن استعدادات النادي الاهلي. الحقيقه انه رجال كره السله بالنادي الاهلي استعدوا بشكل قوي جدا لمباراه اليوم، طبعا كانوا بيتمرنوا بشكل دائم، وامس دخلوا في معسكر مغلق عشان يستعدوا بقى باكثر صوره ممكنه لمباراه اليوم. كمان مستر اوجستي بوش طبعا المدير الفني للفريق اختتم الاستعدادات بمحاضره بالفيديو للاعبين اليوم. كمان يا كابتن هيثم الحقيقه خليني اقول لك انه رجال كره السله بالنادي الاهلي عندهم هدف واحد، وهو اقتناص بطوله دوري السوبر. طبعا ده بقى عشان يكونوا عملوا موسم استثنائي بعد تحقيقهم طبعا لبطوله منطقه القاهره، بطوله كاس مصر، بطوله دوري المرتبط، والبطوله العربية. إن شاء الله كمان يا فاروق يقدروا يحسموا بطولة دوري السوبر. يعني أكيد طبعا أي فريق في النهائي بيستعد بشكل قوي جدا، خصوصا لو أمام النادي الأهلي اللي طبعا بيلعب على جميع المباريات. كلمنا بقى يا فاروق عن مباراة اليوم واستعدادات الاتحاد السكندري. خليني اقول لك يا كابتن هيثم، وتاكيدا طبعا على كلام الزميل العزيز عنا ابو القاسم، يعني مع البطولات اللي احرزها النادي الاهلي، لكن كلام الجهاز الفني ومستر بوش جوستي بوش مع اللاعبين احنا لسه ما خدناش حاجه، بياكد على اهميه هذه المباراه. خلاص مباراه بقت متكرره ومواجهات متكرره ما بين الاهلي والاتحاد في الفتره الاخيره. كابتن احمد مرعي كلامه مع اللاعبين، الحوافز اللي بيخلقها للاعبين والدوافع النفسيه مع اللاعبين على اهميه الفوز في المباريات، وايضا تحفيز اللاعبين من اجل يعني بطوله الدوري. فريق دخل معسكر فريق نادي الاتحاد يوم الخميس الماضي هنا في مدينة السادس من أكتوبر، تدريبات بصفة مستمرة كل يعني يوميا، قدر أنه هو يوميا يعمل محاضرات فيديو، بيشتغل على الدوافع النفسية مع اللاعبين، تحفيز اللاعبين. تعرف طبعا الكابتن أحمد مرعي واحد من المدربين طبعا اللي بيميل للجوانب النفسية والتحفيزية للاعبين، بيطالب اللاعبين أيضا يعني باستغلال البداية النهاردة تكون البداية لنادي الاتحاد. أعتقد يا هنا النهاردة في غيابات وإصابات على الرغم من وجود خبرات مع الأهلي أو خبرات مع الاتحاد النهاردة. صح يا فاروق، خلوني ابدا باصابات النادي الاهلي، والنهارده هيكون في غياب واحد للنادي الاهلي هو اللاعب احمد اسماعيل، وده طبعا بسبب الاصابه، بالتحديد اصابته في مزق خفيف في العضله الضمه. يعني خليني اقول لكم الحقيقه انه اللاعب هيتعافى ان شاء الله في خلال من 3 لـ4 ايام، وان شاء الله يقدر يلتحق بالمباراه الثالثه امام الاتحاد. ده فيما يخص اصابات النادي الاهلي. خلوني بقى اكلمكم عن اصابات الاتحاد السكندري، وهو النهارده هيكون في 3 غيابات عن المباراه بسبب الاصابه، اللاعب احمد الصباغ، اللاعب ادهم الصباغ، واللاعب مؤمن مبارك. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي، ان شاء الله يكونوا متالقين اليوم ويفوزوا في المباراه ويكونوا على بعد خطوتين فقط من اقتناص بطوله دوري السوبر. يعني طبعا يا فاروق النهارده هنشوف مباراه كبيره جدا، ديربي كره السله بين النادي الاهلي والاتحاد السكندري، شايف مباراه اليوم ازاي؟ اعتقد يا كابتن هيثم خلاص يعني فاروق انا اسف جدا لازم اقطعك، الف مليون مبروك لفريق كره اليد بالنادي الاهلي الفوز بالسوبر الافريقي بنتيجه 32-30 في يعني الحقيقه انجاز كبير، الف مليون مبروك فريق كره اليد، كانوا رجال وكانوا عند الموعد.
فوز على النادي الزمالك 32-30. انتهت المباراة منذ لحظات. ألف مليون مبروك جمهور النادي الأهلي، ألف مليون مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي، المدير الفني الجديد والجهاز الفني واللاعبين، سوبر أفريقيا وإلى بطولة العالم إن شاء الله. كده يكون خلصنا يعني تغطيتنا للمباراة ولحظات، وتنطلق مباراة كرة السلة الأهلي والاتحاد. ويبدو إن شاء الله يا رب إن الليلة إن شاء الله تكون باللون الأحمر بإذن الله بعد فوز فريق كرة السلة. خلينا نروح لأرض الملعب ومعلقنا الكابتن أحمد مناع لنقل أحداث مباراة كرة السلة الأهلي والاتحاد في المباراة الأولى في سلسلة بيست أوف فايف من نهائي دوري السوبر. فإلى هناك. شكرا معلقنا الكابتن أحمد مناع. إذا انتهت أحداث الفترة الأولى بتقدم نادي الاتحاد 47-40. بالرجوع لضيوفي في الاستوديو الكابتن عماد محمود، لديك ما تقوله عن الفترة الأولى وثانية؟ طبعا استمتعنا باثنين كوارتر كويسين، لكن انا اعتقد الثالث والرابع هيكونوا اكثر اثاره واكثر تركيز واكثر نهايه. انا شايف من وجهه نظري فريق الاتحاد السكندري نازل المباراه اكثر استعداد وحرص من الاهلي شويه، وده بيبان بالمهام الدفاعيه. المهام الدفاعيه اللي الاتحاد عملها في البدايه فيها تركيز وروح وحماس اكتر من المهام الدفاعيه اللي عملها الاهلي، وده اللي ادى ان الفرق وصل لوقت من الاوقات لفرق 13 بونت للاتحاد، ودي راجعه للمهام الدفاعيه. ابتدى الاهلي بديفنس انا لغايه دلوقتي اللي هو سويتش جيم، اللي هو كل ما الكره تتغير لعيب ممكن يجي في وقت من الاوقات لعيب طويل مسك لعيب جارد والعكس. استغلها الاتحاد كويس قوي في الهجوم، ان عمل اختراقات لما ما كانش فيه التغطيه الكافيه، والاختراقات كانت سهله في اللي لعبها يوسف شوشه احمد عادل، كانت الاختراقات سهله جدا وبيوصلوا الباسكت من غير تغطيه دفاعيه. استاذ حضرتك كابتن عماد، هنروح بس للنيجر ومعانا الكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كره اليد بالنادي الاهلي. ألف مليون مبروك يا كابتن ياسر. الله يبارك فيك، ازيك يا كابتن هيثم، ومبروك للنادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره جميعا اللي هم ادونا الدعم الكامل عشان نوصل للي احنا وصلنا له دوت. يعني الحمد لله الحمد لله، الفرقه كانوا رجاله النهارده وكانوا الناس كلها على مستوى المسؤوليه، وقدرنا الحمد لله نكسب مباراه كنا محتاجينها، مكسب كنا محتاجينه بحيث ان الفرقه دي تجف يعني في الفتره اللي جايه تبقى على طريق الانتخابات ان شاء الله. ألف مليون مبروك يا كابتن، فرحت جمهور النادي الاهلي النهارده. يعني يمكن الشوط الاول شهد يعني تاخر، وبعد كده الرجال كان قادر المسؤوليه وعوضوا فوزنا في الشوط الثاني. ان شاء الله احنا كده هنشارك في كاس العالم يا كابتن ياسر. ان شاء الله، ودي برضو من الحاجات الجميله في الوقت ده. معلش انا مش فاهمها كويس لان الفرقة طبعا حضرتك عارف الدوشة يعني. طبعا. يعني يمكن احنا غبنا فترة طويلة عن الانتصارات ووصول لكأس العالم، فدي طبعا كان انتصار مهم جدا للمجموعة دي. كابتن انتوا في الأتوبيس دلوقتي راجعين من الملعب على الأوتيل صحيح؟ راجعين على الأوتيل. إن شاء الله. طب انتوا راجعين من السفر إمتى؟ رحلة مواعيدكم رحلتكم ولا بعد نهاية بطولة أبطال الكؤوس هترجعوا؟ يعني إمتى عودتكم للقاهرة إن شاء الله؟ احنا ان شاء الله يوم 20. يوم 20 باذن الله ان شاء الله، يعني نكون يعني منتظرينكم ان شاء الله، يعني يعني بالاحتفالات باذن الله، وان شاء الله التوفيق في البطوله كمان. احنا يعني نتمنى ان شاء الله نرجع بكاسين من هناك. طب كابتن ياسر، يعني في حد من اللعيبه جنبك نقدر نكلمه؟ كابتن ياسر اتفضل يا كابتن. ايوه اسلام، معاك اسلام هو كابتن الفريق. كابتن اسلام حسن يعني كابتن الفريق ونجم اللقاء النهارده، ألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، الحمد لله رب العالمين، مبروك علينا كلنا الحمد لله. يعني يا كابتن النهارده يعني الشوط الثاني بالاخص شهد اداء رجولي، شهد اداء كمان وتركيز وتغيير النتيجه. يعني انت النهارده كان ليك دور كبير كابتن اسلام، يعني كلمني عن اللحظات الحاسمه في المباراه كابتن اسلام. الحمد لله رب العالمين، طبعا الفرقه يعني الفرقه احنا قلنا من الاول ان هي بتتكون، كنا الحمد لله رب العالمين احنا وصلنا في الماتش ده، ان احنا كل الفرق مركزه جدا قبل الماتش، وتوعدنا ان احنا هنكسب الماتش ده باي طريقه، وربنا كرمنا الحمد لله. مباراه مهمه جدا مؤهله تبع الانديه،
الحمد لله ان احنا يعني كنا مش مفروضين ممكن ده، والحمد لله رب العالمين على كل شيء. كابتن اسلام، يعني البطوله الافريقيه ابطال الكؤوس برضو يعني جمهور النادي الاهلي يعني بيطالبكم بيها، وان شاء الله انتوا قدها يا كابتن اسلام. اكيد احنا هنتفضل على كل حاجه في ايدينا ان شاء الله، وربنا يكرمنا بيها، لان احنا ربنا شايف الاول ان احنا بنتعب وبنعمل شغلنا كويس جدا، والمدرب بصراحه والجهاز وكل حاجه والنادي وحتى الجماهير الحمد لله كله ما فيش حد مقصر في حاجه، وبيدعمونا وربنا كرم الحمد لله البطوله دي، ومش هتبقى اخر بطوله ان شاء الله. الف مليون مبروك يا كابتن اسلام النهارده يعني، وان شاء الله من بكره نبدا نركز تاني ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن اسلام، وكل التوفيق ليك وكل اللاعبين، وسلامنا للاعبين، ونقول لهم ان انتم فرحتونا النهارده وفرحتوا جمهور النادي الاهلي كله. شكرا جزيلا كابتن اسلام حسن كابتن الفريق، وكابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز، بشكركم شكرا جزيلا، فرحتونا وكل اللاعبين، وان شاء الله بالتوفيق في بطوله ابطال الكؤوس اللي هتنطلق بعد يومين ان شاء الله، ونرجع بكاسين ان شاء الله، وتبقى يعني عوده لانتصارات كره اليد. كابتن عماد انا اسف قطعت حضرتك، لا ولكن يعني نستمتع بقى مبروك طبعا كره اليد في النادي الاهلي، ودي لمصر كلها مش النادي الاهلي بس. نكمل على انا وجهه نظري خلاصه الكوارترين الاولانيين، المهام الدفاعيه في النادي الاتحاد السكندري كانت واضحه، مان تو مان بريشر، لدرجه ان احمد عادل كان ماسك البوينت جارد الاجنبي بتاع الاهلي قطع منه كورتين وطلعه. الديفنس بتاع الاتحاد واضح، ديفنس الاهلي كان في تنويع، لكن تنويع ما كانش شايفه فعال قوي، بدليل ان اتاخد منهم اوفنسيف ريباوند، ما كانش فيه متابعات دفاعيه، كان فيه اختراقات سهله. انا دي وجهه نظري اللي كانت من ناحيه الدفاعيه للفرقتين. من الناحيه الهجوميه انا شايف ان توزيع السكور في لعيبه الاتحاد فده معناه ان كان في كره بتمشي اي حد بيخلص في الاتحاد حسب الموقف اللي موجود ريدنج كويس، باستثناء اللعيب الاجنبي ويستر هو اللي ايه كان فارق شويه من الكره بتجيله اكتر. في الاهلي ايهاب امين هو اللي واخد تقريبا نص السكور، والباقي سكور اقل. طبعا ده مش مقياس ان ده اللي هيحصل في الكوارتر الثالث والرابع. الحاجه اللي تتاخد ان المدربين الاثنين هاديين لغايه دلوقتي، الفرقتين ما تحددش ملامح اتجاه الماتش رايح لغايه فين، وان كان الافضليه في الكوارتر الاولاني والثاني الاتحاد السكندري دفاعيا وهجوميا. ان شاء الله سنرى الكوارتر الثالث والرابع. كابتن ميشو اكيد عندك ما تقوله عن الفتره الاولى والثانيه. هي في الفتره الاولانيه النادي الاهلي بدأ بطريقة يمكن هي اللي هزت أداء النادي الأهلي في الفترة الأولانية، عشان بس نتكلم بصراحة إن النادي الأهلي هو الهزة اللي حصلت معاه هي في بداية الفترة الأولانية. نعم. البداية الأولانية حصل نوع من ضغط لاعيبة نادي الاتحاد على البوينت جارد، على مايكل تومسون، أحمد عادل خد منه واحدة عمل منه ستيل، والكرة اللي وراها عمل خد منه التشارج، دي في حد ذاتها بدات تهز مايكل تومسون، والدليل ان جه بعد كده ثلاث اربع كور اللعبه اللي هي متعود عليها ان يعملها طبعا مش موجوده الفولو. الحته الثانيه النوع الديفنس كان بتاع النادي الاهلي كان بدايته غريبه شويه في وجود يمكن هو يمكن مش متعود انه يبدا بلاعب زي مروان سرحان، وتقريبا مروان سرحان يعني على ما اعتقد ان في حاجه في رجليه، لان دي برده فتحت الديفنس بتاع النادي الاهلي بطريقه ان خلى لاعيبه نادي الاتحاد، والدليل ان نادي الاتحاد حاطط 27 نقطه في الفتره الاولانيه، وده يعتبر سكور كبير. الحاجه الثانيه اللي اتلاحظت ان نادي الاتحاد عامل 7 اوفنسيف ريباوند، ده يدل ان برده كل ده عمل هزه لبدايه النادي الاهلي. الاتحاد فايق، الاتحاد في المجمل هو فايق، والدليل النهارده يمكن الاتحاد شايط 14 3 بوينت حاطط منهم 6، الاهلي شايط 10 جايب منهم 3، بس الامور بدات تعدل بعد كده الى حد ما في الكوارتر الثاني، والدليل ان الكوارتر الثاني ان النادي الاهلي طالع كسبان باسكت 22 20، يعني لما تيجي تحسبها هتلاقي ان الاهلي كسبان الفتره الثانيه، يعني لو المعدل الهزه الاولانيه لو ما كانتش حصلت كان هيمشي الماتش ايه، كان الجيم هيمشي في الوضع الطبيعي. اختلاف الديفنس ان هو بيبدا زون وبعد مع اول باس او ثاني باس بتلاقيه يقلب مان تو مان، الموضوع ده الى حد ما حصل في لخبطه حتى من اللاعيبه نفسها، يعني في وقت من الاوقات كان عمر عزب
بيلعب حاجة والفرقة بتلعب حاجة تانية، فدي وهي دي اللي عملت اللخبطة في الفرقة. إنما لما بدأ الأهلي يبقى لعبه لعب بتاعه صريح، وخصوصا في الفترة التانية بدأ يقلب للزون، كان وزون الزون صريح، بدأت الأمور حتى واقفين على رجلهم. رغم إن خلي بالك من حتة يا كابتن هيثم إن النسبة بتاعت نادي الاتحاد في الثري بوينت عالية، ولكن برضو رجع للجيم وبدأ يرجع للجيم. وانت النهارده بتتكلم في 7 بونت في الباسكت. اذا يا كابتن ميشو، الشوط الاول هو كان كلمه السر لتفوق الاتحاد. كابتن سلعاوي رايك ايه في طبعا كلام الكباتن اللي قالوه منذ قليل؟ طبعا كابتن عماد وكابتن ميشو غطوا النقط اللي احنا كنا هنتكلم فيها، بس اللي انا عايز اقول ان النادي الاهلي نادي الاتحاد بدا بدايه قويه، بدا مركز شويه. النادي الاهلي اعتقد الضغط او اللي كان المطلوب منه في اول الجيم خرجوا عن فرض اسلوب لعبه اللي كان هو متعود عليه، ان النادي الاهلي كان بينزل يفرض اسلوب لعبه على الفريق الخصم. نعم. ويصير الجيم زي ما هو عايز. دفاع الاهلي النهارده في بدايه الشوط الاولاني كان فيه هزه، ما كانش كما عودنا يعني. كان فيه سرعه في انهاء الهجمات برضه. كان دوله ماسك التومسون بطريقه جيده جدا، فصله عن الفرقه، قدر يقطع منه كوره، قدر يعمل يلبسه تشارج، قدر يخليه يدخل مش ثلاث كوره ورا بعض، مع ان دي كانت لعبته الاساسيه. انا شايف ان بعد التايم اوت اللي خده مدربنا قدر الامور تتصلح شويه، وقدر التوازن يرجع للفرقه شويه. لكن ايهاب امين طبعا هو يعتبر نجم الشوط يعني الاول، شوط الكوارترين دولت. لكن السكور عند الاتحاد متوزع بين اللعيبه، ودي طبعا ظاهره جيده طبعا، جيدة طبعاً. لكن الشيء المطمن ان الاهلي قدر يكسب الشوط الثاني بفارق باسكت. فاذا فرصنا في التالت ففرصتنا جيده، وان هي اهم شيء ان الاهلي يرجع لفرض اسلوب لعبه على الجيم. صحيح يا كابتن طاهر. انا اعتقد ان طبعا نعرف كويس قوي ان الباسكت هي لعبة الثواني. نعم. حتى كان الكابتن عماد قال ان وصل الفرق ل 13 بونت، يعني 18-5، بس برضك انت يعني ايه مطمن ان السكور ده ممكن يتعوض بكل سهوله، وفي الاخر يعني انا طبعا قلقان على الاهلي برضك بحكم الانتماء، انما حضرتك يعني بتتكلم باسكت بول. انا بتكلم ان هو باسكت بول 18-5 13 بونت ده حاجه تخض، انما هي في اول 4 دقائق، فطبعا ما حاجه ما تخضش. وبالدليل ان الاهلي كسب زي ما قال الكابتن ميشو باسكت الكوارتر الثاني. طب استاذنك كابتن طاهر، احنا لازم نروح لارض الملعب لان خلاص ثواني وتنطلق احداث الفتره الثالثه والرابعه. نروح لمجمع الدكتور حسن مصطفى ومعلقنا الكابتن احمد مناع نقل احداث الفتره الثالثه والرابعه، نهائي او سوبر نهائي كره السله الاهلي والاتحاد في المباراه الاولى من سلسله بيست اوف 5. الى هناك. شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث اللقاء بنتيجه 86-77 لصالح نادي الاتحاد. جود جيم نادي الاتحاد، هارد لك النادي الاهلي. يمكن كده تقدم النادي الاهلي في السلسله، يقدم نادي الاتحاد في سلسله 1-0، ويبقى مباراه بعد باكر ان شاء الله. نتمنى باذن الله تصحيح النتيجه باذن الله من النادي الاهلي. والكابتن محمود الخطيب توجه بتهنئه لفريق كره اليد. كابتن محمود الخطيب يهنئ رجال يد الاهلي بالتتويج بالسوبر الافريقي والتاهل لمونديال الانديه. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئه للفريق الاول لكره اليد رجال وجهازهم الفني والاداري والطبي بعد الفوز ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الزمالك مساء اليوم والتأهل لبطولة العالم للأندية. وأشاد رئيس النادي بالجهد الكبير للاعبين والجهاز الفني، وكذلك الأداء الرجولي والروح العالية والسلوك المميز طوال المباراة. وجاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة السوبر الأفريقي والتأهل لبطولة العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية بداية طيبة في مشوار طويل، خاصة أن الفريق سوف يخوض بعد أيام قليلة منافسات قوية في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وأنه على ثقة كبيرة بأن هذا الفريق الذي يتم إعداده للمستقبل بعناية ويضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين صغار السن سوف يلقى دعم جماهيره الوفية.
لأنه قادر وبإذن الله على تحقيق النتائج التي تليق بالأهلي. ودي لقطات من أرض الملعب وفرحة اللاعبين بعد الانتصار الكبير الحقيقة اللي النهاردة فرح جماهير النادي الأهلي يعني جميعهم. ومش عايز أقول أن كمان البطولة دي ليها تأثيرات جيدة، يمكن كابتن محمود الخطيب وضحها في التهنئة أن الفريق هيلعب بطولة العالم الأندية في المملكة العربية السعودية بعد غياب فترة، وده المكان الطبيعي للنادي الأهلي في البطولات العالمية الكبرى زي فريق كرة القدم وباقي الفرق. وخلينا أوضح لحضراتكم كمان أن الفريق هيخوض بعد أيام بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس في نفس البلد الأفريقية، وإن شاء الله نتمنى أن يعود النادي الأهلي بكأس البطولتين. عايز أقول كمان أنه بعد المباراة كان معنا كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد عبر الهاتف، وكمان كان معنا كابتن إسلام حسن، وإحنا وجهنا لهم التهنئة والتحية، والحقيقة شكرناهم على الأداء الرجولي الحقيقة اللي أدوا النهاردة. وزي ما حضراتكم شايفين فرحة كبيرة، يمكن هذا الفريق زي ما قال كابتن محمود الخطيب أنه فريق من صغار السن وبيتم إعداده للمستقبل بعناية. وزي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي اختار الطريق الأصعب لبناء فريق، وهو بناء فريق بأعمار صغيرة لمستقبل كبير إن شاء الله. الفريق ركز بعد يعني آخر مباراة كانت في الدوري المصري أو في بطولة السوبر المصري، وبعد كده توجه للسفر، راحوا المغرب معسكر. النادي لم يبخل عليهم بأي شيء. ألف مبروك جماهير النادي الأهلي، ألف مبروك كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، ألف مبروك الجهاز الفني واللاعبين والإداريين وكل من ساهم في هذا الفوز العظيم. أعزائي المشاهدين، احنا طبعا هنكمل مع حضراتكم أكيد الكلام عن مباراة السلة النهاردة الأهلي والاتحاد، بس خلينا نطلع لفاصل عشان نرجع نكمل مع ضيوفي رأيهم الفني عن المباراة، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ارجع لضيوفي في الاستوديو الكابتن طاهر رجب، اكيد عند حضرتك كلام كتير تقوله عن مباراه اليوم. طبعا هي كانت مباراه المنافسه فيها قويه جدا، ولغايه كان في الوقت الاصلي لغايه اخر ثانيه طبعا ما كناش عارفين مين اللي هيكسب، انما انا اعتقد ان حسم البطوله دي سيكون 3-2، خمس جيمات هيتلعبوا بعد ما شفنا المباراه بتاعت النهارده. والاهلي طبعا عوض، وكانت الى حد ما يعني مستواه مش لدرجه ان هو يقدر يكسب المباراه دي، بس عموما يعني ايه عمل كومباك للجيم. كان حضرتك رايك ان فريق الاهلي حتى بالسوء ده قادر ينافس يعني؟ قادر طبعا بلا شك، يعني هو النهارده كان في غلطات، بعض الغلطات يعني، ولكن في ما كناش في احسن حالاتنا، واحنا مع ذلك احنا قادرين ننافس ونقع في المباراه. يعني زي ما قلت حضرتك ان هي الحسم للبطوله دي هيبقى من خمس جيمات، وانا عندي بس ملحوظه ان كان في بريشر على الحكم المصري صح، لأن كان المفروض أنت تجيب ثلاث حكام أجانب عشان ما يبقاش هو في موقف، لأن كان في لغط كتير وكلام كتير، حكام مصريين لا، حكام مصريين كان لازم اتحاد السلة يكمل جميل ويجيب ثلاث حكام بالظبط، لأن أنت بالضغط أنت بقى زي ما يكون الراجل اللي هو دولي وكل حاجة زي ما يكون بتختبره النهارده، وكل شوية الحكم الأجنبي يجي يكلمه ويسأله، وهو بالذات يعني ما حضرتش مناقشات بين الاثنين الحكام الأجانب. صحيح. وطبعا دي ممكن يبقى ليها أثر سلبي على أحد من الفريقين، يعني مش مش يعني واردة إن هو بس يعني هو حتى كابتن وائل إبراهيم النهارده يمكن قراراته ما كانتش موفقة أكتر ناحية النادي الأهلي. يمكن أنا بحل الحرج على حضراتكم، بس أنا يعني في كورتين صفرهم هو يعني اكيد مش قاصد، بس صفاراته ما كانتش موفقه وللاسف هي جت في النادي الاهلي. ما هو بقول لحضرتك بصراحه يعني بقول لحضرتك ممكن حد يتظلم من الاثنين. صحيح. ويعني كمان بنقول مبروك لنادي الاتحاد، اكيد طبعا نادي عريق في الاستوديو، وطبعا دول شوف سعداء ازاي النهارده فيعني بنقول مبروك وهارد لك للاهلي، وان شاء الله باذن الله نعوضها. وطبعا بعد بكره ان شاء الله باذن الله. كابتن سلعاوي طبعا انا عايز اقول بس مبروك للاتحاد السكندري وهارد لك للنادي الاهلي، وان شاء الله قادم افضل. لكن اللي عايز اقول عن الشوط الثالث والرابع والوقت الاضافي، كان في ثلاث عوامل اساسيه بتحكم فيه. العامل الاول هو مين اقوى اعصابا ومين اللي عنده يعني ثبات
انفعالي انفعالي. والحاجه الثانيه مين الخبره اللي ممكن في الاوقات الحاسمه يقدر يخلص الجيم او يقدر زي مثلا شوطة عمرو الجندي في اخر 6 ثواني. تالت حاجه الاثنين الكوتشات مستر غوسي وكابتن احمد مرعي مين اللي هيبقى اهدى ومين اللي هيقدر يدير لغايه اخر ثانيه في المباراه. لكن مباراه رائعه قويه لا ينقصها الا الجمهور فعلا. المباراه دي لو كانت بجمهور كان هيبقى شكلها تاني. لعيبه الاهلي في معظمهم ما كانوش في مستوى الطبيعي يعني باستثناء شويه عبد الله نصر سيف سمير عمرو الجندي كانوا هم اللي كانوا الثلاثه اللي ممكن نقول. مايكل تومسون النهارده يعني ما كانش موفق جدا او الديفنس اللي اتعمل عليه من دولا كان ديفنس قوي جدا. الاتحاد السكندري كان اكثر تركيزا في الوقت الاضافي. لكن نادي الاهلي يعني عايز اقول انه حاول لكن التركيز كان بنسبه كبيره جدا لصالح النادي الاهلي. دفاع الاهلي في الشوط الثالث والرابع كان احسن وفي الاكسترا لكن في الاكسترا تايم ما كانش دفاع الاهلي منظم. يعني عايز اقول برضو ان النهارده كان يعتبر يوم سعيد يعني الجمهور الاهلي بحيث ان احنا بالظبط ولسه ان شاء الله ان شاء الله ولسه ودي لسه مباراه من ضمن 5 مباريات قد نصل اليها يعني ان شاء الله مباريات. لكن عايز اقول ان الفريقين مستعدين كويس فريقين مركزين الاثنين بيحاربوا لاخر ثانيه على البطوله. نعم خلينا بقى نروح للرايق كابتن عماد محمود. اكيد النهارده ليك ملاحظات انا ماشي شايف ان شاء الله الورقه اكيد مليانه مليانه. اتفضل يا كابتن عماد. طبعا في الاول مبروك نادي الاتحاد وجماهيره وهارد لاك الاهلي وده ماتش والماتش ده مش مقياس خالص ان ياخد ادفانتج. يعني انا شايف ان بيست اوف 5 الفرص كلها لسه موجوده للاهلي والاتحاد ايكوال. ماتش عدى يحصل تركيز ثاني من لعيبه الاتحاد. الاهلي ولا يفرق معاه عادي جدا ممكن الدوري يروح هنا او هنا لكن النهايه مبروك للاتحاد. طبعا لو هتكلم في الحته الفنيه زي ما ذكرنا الكوارترين الاولاني والثاني كانوا لصالح الاتحاد. انا شايف الثالث والرابع كانوا لصالح الاهلي. الاهلي ظبط اموره كويس جدا في الثالث والرابع. لك ان تخيل ان في الدقيقه في الثانيه كان فاضل 40 ثانيه على الكوارتر الثالث والاهلي اول تقدم له في الجيم. الاهلي ركب الجيم في الكوارتر الرابع وماشي راكب الجيم وكان الاتجاه كله ان الاهلي هيكسب المباراه دي. طبعا الحته بقى اللي كابتن سعيد قال عليها الاعصاب والخبره رجعت الموضوع تاني. اعصاب مين يا كابتن؟ اعصاب انا شايف اللعيبه مش الجهاز الفني والجهاز الفني بس اللعيبه الاول مش بيضحك لا يعني اللعيبه انا قصدي حضرتك الاثنين بس اللعيبه الاول. اللعيبه الاول تمام. وحتى لو هتكلم بالاسماء انا هتكلم في شويه يعني دولا نمره واحد في الاتحاد صحيح. يجي بعديه سمعه في موف كده عمله في الكوارت الرابع انسايد جيم هايل. يجي هيثم في الريباوند في وقت قاتل كان بيلم ريباوند جامد جدا. في الاكسترا تايم كان فودا مستوى فودا لكن في الوقت الاساسي كان دولا سمعه هيثم عملوا شغل جامد جدا مع المحترف الاجنبي. فالحته انا بشوف اعصاب خبره كوتشات الروتيشن دي اللي عايز اتكلم عليها. الاثنين مدربين نجحوا فيها بمعنى ايه؟ ان لو تلاحظ في الماتش الاساسي اوجستي بوش وفر عمرو الجندي في الكوارتر الاول والثاني ونهى بيه في الثالث والرابع وعمرو الجندي كان موفق جدا حتى كان هايل في الكوارتر الرابع وهو اللي جاب البازر شوت اللي هي اللي جابت التعادل لعمرو الجندي في الروتيشن نتيجته جايه بالايجاب جدا للاهلي. بالناحيه العكسيه مصطفى فوده في الاتحاد في الاول ما كانش بيلعب وكان ممكن ما يكونش اخذ وقت طويل وما كانش موفق قوي انما في الوقت الاضافي مصطفى فوده كان عمل برده زي اللي عمرو الجندي عمله في الاكسترا تايم ودي برده من الحاجات اللي هي نتيجه الوعي بتاع الكوتشات في الروتيشن ان عنده مخزون بيظهر في الاوقات المناسبه. انا طبعا عندي علامه استفهام كتير على محترف الاهلي تومسون تحت الضغط بتاع عدوله ما قدرش يمشي الفريق بتاعه كويس. عندي في الاهلي عبد الله ناصر شايفه عمل جيم صحيح هايل وانا بصراحه كان عجبني جدا. اوجستي بوش لعب بلعيبه كتير قوي وشجاعه وده يطمن
الاهلي وجماهيره ان في الاربع ماتشات اللي جايين او ايا كان عدد الماتشات اللي جايه ان الاهلي لسه عنده مخزون ومصحصح وهيقدر يلعب الماتشات الثانيه كويسه. الاتحاد العكس، كان الماتش ابتدى يحصل فيه حته كهربا في اللعيبه، لكن المكسب اعتقد ان هو هيلم الحكايه دي، فاصبح تاني الكفتين في الماتشات اللي جايه هنبقى مش عارفين مين اللي هيكسب في اللي جاي. خلينا نشوف. الاتحاد اخذ خطوه لكن لسه اللي جاي لسه. ربنا كابتن ميشو، الكوارتر الثالث والرابع والاكسترا تايم احنا كنا بنتفرج على مسلسل دراما، بمعنى ان احنا كنا بنتفرج على ثلاث حلقات. الحلقه الاولى هي بدايه النادي الاهلي في الكوارتر الثالث، بدا بقوه غير الاهلي اللي بدا في الاول والثاني، والدليل ان هو مخلص الكوارتر ده 15-7، يعني عامل جود ديفنس واوفنس 7 بونت الاتحاد يحطهم في الكوارتر الثالث ده، يعني دي دراما لوحدها قصه ثانيه. فهنا الاهلي دخل جوه الجيم. لما بدا الكوارتر الرابع الاهلي بدا ليد وماشي كويس جدا، لحد لحظه من اللحظات الوقت اللي بدا يضغط على مايكل تومسون. مايكل تومسون عنده مشكله كبيره جدا ان هو تحت الضغط بيبقى اوت اوف كنترول، ما خلاص ما عندوش بتعزل على فرقته قصدك يعني جدا، وما عنده ما بيعرفش يتصرف في الامور دي، ودي اللي خلت يمكن ده من احد مكاسب الاتحاد السكندري النهارده، دي نقطه من النقط المهمه ان الراجل ده ما عندوش التصرف في الموقف ده. النهارده حصل عزومه زي ما بيقولوا، الاتحاد بيقول للاهلي خد الجيم، والاهلي قال له لا مش هينفع، انت اللي تفضل انت الجيم. بمعنى ان النهارده كان في وقت، كان الاهلي الوقت اللي بدا يطلع فيه 7 بونت من اول ما ضغط على الكورتين على مايكل تومسون اتاخدوا منه وعمل بيه وعمل تيرن اوفر، وكره قاتله من سيف سمير اللي اتاخدت من ايده خدها هيثم كمال، هنا موضوع تحول. تم التحول. الجيم النادي الاهلي كان طالع 7 بونت وكان يقدر يحسم المقاومه خلاص يعني، ولحد اخر الجيم الاتحاد عايز يرد الجميل، بيرد الجميل في اخر بعد الاثنين فري ثرو لياسر صالح، وجاب الكره الثانيه 3 بونت وتقريبا باقي 6 ثواني. هنا طبعا كان الطبيعي من اللعيبه يعني، حتى دي ما بتحتاجش يعني مش محتاجه للمدرب اكتر من اللعيبه، لان اللعيبه خبره. هنا لو كان الاتحاد عمل اي فاول، كان لسه الاتحاد ما عملش الاربعه فاول بتوعه، يعني كانت اي فاول هيت اوتسايد، حتى هيكون هيمشي مثلا 4-5 3 ثواني، هيكون باقي 3 ثواني مع اول كوره تبدا تدخل. الاتحاد لو كان عمل الفاول كان اقصى حاجه النادي الاهلي هيروح يشوط، انما انت قصدك التيرن اوفر جه. فايه اللي حصل؟ بل بالعكس سابه من غير اي فاول لحد ما طلع شريف الجندي وخد السكرين وعطى لنفسه باك ستيب وطالع واخد اوبن شوت وراح شايط الكره الاخيره اللي دخلت. النهارده كان في يعني اخطاء متبادله طبعا، النهارده بيتعزموا يعني كل فرقه بتقول للثانيه اتفضلوا خدوا الجيم. طبعا الوقت الاضافي انا ما هعتبر ان النادي الاهلي ما كان موجود في الفتره دي، ما ينفعش النهارده العب فتره كامله احط فيها 2 بوينت خمس دقائق اخيره 11-2 11-2 موضوع. طب كابتن انا هسمع يعني، واضح ان حضرتك يعني عندك كتير، بس هطلع لفاصل بعد اذنك كابتن ميشو. اعزائي المشاهدين اطلع لفاصل ولسه مكملين معاكم تحليلنا الفني مباراه الاتحاد او الاهلي والاتحاد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ارجع لضيوفي في الاستوديو. كابتن ميشو كنا بنتكلم قبل الفاصل عن المباراه، طيب نتكلم عن اللي جاي. انت شايف اللي جاي شكله ايه؟ شايف السلسله ممكن تمشي ازاي؟ وتوقعاتك المباراه اللي جايه تبقى ازاي؟ السلسله السيناريو هيختلف، بمعنى ان بالنسبه بنتكلم على الاثنين المدربين، بالنسبه لمستر وستي متهيألي هيبدا يعمل حساب اكتر من كده، وهيبقى عنده حرص اكتر من كده بشويه، زي ما كابتن عماد قال لك كل ما نخش في مباراه كل ما الضغوط هتزيد. نفس الكلام بالنسبه لكابتن مرعي، هيبدا
مكسب الجيم الاولاني هيبدا رتم العصبيه الى حد، ولكن احنا هنتفرج على حاجات مختلفه الفتره الجايه. والدليل النهارده احنا اتفرجنا على جيم محدش كان يتوقع بدايه، كل الناس بتفرج ان الاهلي اللي بقى بعيد بعيد بعيد، بل بالعكس رجع وجاله الجيم. فهنتفرج على السيناريو، ما اقدرش ولا حد يقدر فينا يقول ان لا الجيم الجاي اصل الاتحاد هيكسب او الاهلي هيكسب. خلينا نروح للرايق كابتن امام محمود في دقيقه كده توقعاتك. يعني بالجانب الحته النفسيه اللي بتكلم فيها كابتن ميشو، انا هتكلم على حته بدنيه. الحته البدنيه الاثنين مدربين ما شاء الله قدروا يطلعوا من الجيم ده مفيش ارهاق قوي، بس اللعيب المحترف بتاع الاتحاد هي دي كنت لسه هقولها. هل الاصابه بتاعته هتفرق في الجاي؟ انا عارف ان في جهاز طبي على مستوى عالي يعني ممكن ما يحصلش، لكن انا بتكلم في حته بدنيه. في لعيبه بقى ما كانتش موفقه ممكن في الماتشات اللي جايه، الماتشات اللي جايه منهم تومسون، ممكن تومسون الماتش اللي جاي عادي يعمل ماتش عالي جدا. منهم لعيبه ميدو مثلا في الاتحاد ممكن ما عملش، وعنده كتير. النهارده شوشه وبيبو لعبوا كويس قوي، لكن ممكن يعملوا احسن من كده. في الاهلي في لعيبه كتير ممكن تعمل احسن من كده، يعني انا شايف في الاهلي عمرو زهران في الاوفنس في ماتشات عنده احسن، شايف سيف سمير، عمر طارق برده ما لعبش كتير، وعمر طارق ممكن في الماتشات اللي جايه. عندي عمر طارق التالت والرابع تقريبا ما لعبش. ما هي دي، ما هو ده ممكن يكون اضافه في الماتشات الجايه. انا شايف ان توزيع الحمل البدني في الخمس ماتشات، والفرقتين عندهم بنش كبير وعندهم عدد كبير، فانا شايف الفرقتين ما ارهقوش الا لو في حاجه اصابه، وان شاء الله ما يكونش في اصابات عشان عايزين نتمتع لاخر ماتش كده. كابتن مات كابتن سراوي في دقيقه كده، احنا توقعاتك؟ انا توقعاتي ان المباراه كلها هتبقى صعبه، وما فيش مباراه هتبقى سهله، مباراه الباسكت كلها صعبه، لكن اعتقد ان النهارده هتبقى عباره عن يعني نادي الاهلي هيبدا يحاول الرجوع لطبيعته، لان في معظم اللاعبين خارج طبيعتهم. نادي الاتحاد هيتمسك بالفوز بتاع النهارده، لكن عصبيا مين اللي هيقدر المباراه دي لو وصلت لثلاثة او أربعة او خمسة، محتاجه بنش قوي، محتاجه تغييرات سريعه. ما اعتقدش اللعيب هيبقى مش موفق بسر، يعني اللعيب بيمر عليه مراحل، ممكن يفنش كويس، ممكن يفنش كويس. واعتقد ان انا اللي عجبني جدا في المباراه ان المباراه دي هتاخد طابع ان كل الفرقتين متمسكين بالمكسب. نعم نعم، فدي ظاهره طيبه، وان شاء الله القادم افضل، ونتمنى طبعا بالتوفيق للنادي الاهلي. كابتن طاهر في دقيقه كده سريعا. انا كنت عاوز اركز على حاجه معينه في الماتش اللي فات ده. طبعا كمان انا بركز على ان مودي الجرحي واحمد اسماعيل ما كانوش في التشكيل. وانا اعتقد ان مودي الجرحي في ظل البريشر اللي تم على البلي ميكر تومسون، خبرات مودي الجرحي كان ممكن يريح تومسون شويه، او يبقى في يمكن عايز يحل المشكله بتاعت البوينت جارد. اول مباراه قويه بعد الاصابه فلسه بيرجع يعني لفورمته تاني. خبراته بردك مودي الجرحي. نعم. كان خبراته عاليه مودي، زائد احمد اسماعيل مهم جدا، طبعا مهم جدا، لعيب انا اعتقد ان هو يعني بيلعب في المركزين اربعه وخمسه، هيفرق كتير في ظل كمان ان اوجستي النهارده اعتمد على سيف في معظم المباراه، وعمر طارق اقل نتيجه فكره في الديفنس، فكره في البريس، فكره في اي حاجه ده. فكان احمد اسماعيل برضك هيحل المشكله دي. هما الاثنين دول، وان شاء الله نشوف مباراه جيده. كابتن طاهر رجب نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. احنا متشكرين. كابتن سلعاوي نورتني وشرفتني، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي. الله يخليك كابتن عايز. كابتن عماد محمود الرايق، يعني نورتنا وشرفتنا، ويعني وسعداء بوجودك معانا. ربنا يخليك، شكرا. كابتن ميشو نورتنا وشرفتنا، وسعداء بوجودك معانا النهارده. الله يخليك، انا اللي سعيد جدا ان انا متواجد في قناه الاهلي ومتواجد مع النجوم الكبار، وسعيد جدا ان انا شفتك وقاعد معاك. يعني تنورنا اي وقت يا كابتن، وحضرتك دايما مرحب بيك في اي مكان. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، ده كان جولتنا النهارده في استوديو الابطال، بس تبقى الليله سعيده لان طبعا رجال كره اليد النهارده حققنا انتصار غالي وثمين بالفوز بالسوبر الافريقي، وبطولة قوية جدا 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 غايبة عننا، وبناء عليها نتأهل لبطولة العالم لكرة اليد واللي بتقام في المملكة العربية السعودية. الحقيقة انتصار كبير جدا جدا، وفوز مهم أسعد كل
جماهير النادي الاهلي وعلى راسهم مجلس ادارته وعلى راس مجلس اداره كابتن محمود الخطيب. الف مليون مبروك. مجلس اداره تعب في دعم هذا الفريق بمعسكر قبل البطوله في المغرب وايضا مكملين بطوله افريقيا لابطال الكؤوس. الف مليون مبروك. وزي ما قلت لحضراتكم تبقى ليله سعيده على النادي الاهلي وان شاء الله كل التوفيق لفريق كره السله في سلسله المباريات القادمه. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه والى لقاء مع جوله جديده في استوديو الابطال.